سلام واهلا وسهلا فيكم بالدرس الثاني الخاص بالعملات الرقميه. اذا بنرجع شوي بالزمن بنلاقي بالزمانات كانوا يستخدموا القمح والارز والذهب للتعامل بين التجار في عمليات البيع والشراء. لاحقا لما صارت عنا النقود الورقيه صارت الامور اسهل بالتداول، اسهل بالاداره، اسهل بفتح الحسابات البنكيه. لاحقا صار عنا بطاقات ائتمان، في الاول كانت الناس متخوفه منها، كان موضوع الامن والحمايه ما كثير عالي فيها، ولكن اثبتت جدارتها خصوصا بعمليات الشراء من الانترنت. اليوم صار في عنا شيء اسمه عملات رقميه. هل العملات الرقميه هي فعلا المستقبل؟ هل هي حتكون بديل عن النقود الورقيه وبطاقات الائتمان، ولا ممكن يمشوا الاثنين مع بعض بنفس الوقت؟ اليوم إذا بنسأل حالنا شو هي العملات الرقمية وليش أنشئت وهل حنحتاج إلى أو لا؟ إذا بنرجع شوي بال 2008 لما صار في عنا أزمة اقتصادية بأمريكا، أثرت كثير على الشعب الأمريكي وعلى الحكومة الأمريكية وأثرت على مختلف دول العالم. بال 2010 كمان صار في عنا أزمة اقتصادية باليونان، تقريبا دولة أعلنت إفلاسها وكانت رح تصادر جميع الأموال المواطنين الموجودة بالبنوك. وأكيد ما في أي مواطن بالعالم بيرغب إنه شركته أو إنه عفوا دولته تصادر له جميع أمواله. بال 2008 قدم أحدهم يسمى ساتوشي ناكاموتو، هو غالبا هذا اسم غير حقيقي، اسم وهمي، هذا هو الاسم الأكثر شهرة في اليابان، يعني مثل لما نسمي عنا بالدول الإسلامية اسم محمد مثلا. قدم أحدهم اسمه ساتوشي ناكاموتو سنة 2008 ورقة عمل بيسموها وايت ليست أو وايت بيبر. قدم ورقة عمل فيها فكرة إنشاء عملات رقمية غير مركزية تكون مخزنة على أكثر من جهاز ولا تمتلكها أي حكومة ولا تمتلكها أي شركة. والورقة بالأول كانت بدائية كتير، في كتير مبرمجين أو مطورين لم يؤمنوا بالفكرة، وفي مطورين قالوا خلينا نجرب، خلينا نعطيها شوية وقت ونجرب فيها. وشوي شوي مع الزمن الفكرة يبدو أنه بالفعل أثبتت جدارتها. اليوم عم نحكي عن السوق اللي مخصص بالعملات الرقمية، عم نحكي من أسبوعين كانت وصل لتقريبا 800 مليار دولار. أنا هلأ عم صور بجانيوري، السوق عم يطلع وينزل، اليوم تقريبا موصل ل 600 مليون دولار، في أرقام خسائر كتير كبيرة، ولكن كتير ناس عم تحلل أنه على طول بأول السنة بيكون في عنا هذا النزول. هل حنقول وداعا للعملات الورقية؟ اليوم في بعض الدول مثل اليابان بعض الشركات ممكن تعطيك الخيار انه راتبك الشهري يكون جزء منه بالكريبتو كرنسي وجزء منه كاش حتى انت تقدر تستخدمه. كمان في كثير من الدول صار فيناك تدفع مقابل وجبتك اللي عم تاكلها في المطعم بالكريبتو كرنسي. سبوي صار عندهم هاي الخدمة ببعض الدول. KFC هون بكندا قدموا هذا الأوفر لعدة أيام يمكن بعدين لغوه. وكثير من دول خصوصا اللي عم نحكي في شرق آسيا وفي أمريكا الجنوبية عم تحاول تدخل بهذا الموضوع العملات الرقمية بشكل كبير، لأنه غالبا هو حيساعدها اقتصاديا. ما هو الجانب التقني وكيفية عمل العملات الرقمية؟ مثل ما حكينا العملات الرقمية هي شيء غير ملموس، لا يوجد ورق اسمه بيتكوين أو اسمه إثيريوم أو اسمه ريبل أو غيره. العملات الرقمية هي كل عملات مخزنة على البلوكتشين. البلوكتشين فينا للتبسيط فينا نعتبر أنه هو عبارة عن مجموعة من السيرفرات وليس من أجهزة اللابتوبات أو أجهزة الكمبيوترات، مجموعة من السيرفرات عالية الأداء عم بتسجل جميع العمليات، جميع التحويلات، جميع أرقام المحافظ عم تسجل على أكثر من جهاز. فاليوم إذا أحد الأجهزة خرج خارج الخدمة، لنفرض أنه تم إطفاء الكهرباء عليه أو تم فصله عن الإنترنت، فجميع المعلومات اللي كانت موجودة على هاي السيرفر هي اختفت من على هذا السيرفر، أو السيرفر هو اختفى عن الشبكة، ولكن جميع هاي المعلومات هي مخزنة على أكثر من جهاز تاني، بحيث أنه لو لا سمح الله أحد الهاكرز استطاع تهكير أو قرصنة أحد الأجهزة ما في مشكلة، حتى لو راح هذا الجهاز خارج الشبكة ولكن جميع المعلومات موجودة مشفرة على أجهزة تانية. من الصعب جدا وشبه مستحيل أنه أي هاكرز أو أي شركة تقدر تفك هاي التشفيرات. تقنية البلوكتشين فينا نقول أنه هي النسخة المطورة من تقنية بير تو بير. أغلبنا كان يستخدم البيت تورنت لتنزيل الأفلام أو لإرسال ملفات كبيرة الحجم بين جهازين. فنحن اليوم لما عم نحكي عن تقنية البلوكتشين فنحن صار عنا تقريبا نفس المعلومات، تقريبا نفس المبادئ ونفس الأسس، ولكن الاختلاف أنه هاي المعلومات جميع المعلومات عم تكون مخزنة على أكثر من سيرفر، مثل ما شايفين بصورة تبسيطية كتير بهذا المج، إنه المعلومات عم تتسجل على أكثر من مكان بنفس الوقت. ليش عم تتوثق جميع العمليات بأكثر من جهاز؟ مجدداً
في حال لا سمح الله تم تهكير أي جهاز أو خروج أي جهاز من الخدمة من الإنترنت أو تم إطفاء الكهرباء عليه، فهاي المعلومات مسجلة هنيك. فأنت لو كانت الأموال تبعك ما قيمتها بالكريبتو كرنسي مخزنة على جهاز خرج عن الخدمة، فما عندك مشكلة أموالك ومعلوماتك موجودة على جهاز تاني. هل العملات الرقمية مربحة؟ هذا السؤال كتير تريكي، لأنه اليوم نحن الواحد لما يكون بإيده 100 دولار أو 100 ريال، فالهدف من المبلغ اللي بإيدك أنت لا تستخدمه. يعني عادة الناس تشتغل بتطلع راتب لحتى تقدر تدفع أجار البيت، تدفع فاتورة المطعم، تدفع فاتورة المشتريات. فالمفترض من العملات الرقمية هو استخدامه لك كعملة للتداول، استخدامك كعملة للشراء. اليوم فينك تشتري من بعض مواقع أونلاين بالكريبتو كرنسي. فالأساس من الكريبتو كرنسي هو استخدامها لعمليات الشراء، للعمليات الحياة اليومية. ولكن كونه السوق جديد، كونه في فرص كتير كبيرة بالبداية، كونه في مشاريع عملاقة عم تطلع. نحن اليوم عم نحكي عنها تقريبا أكثر من 1400 عملة. لما عم نحكي عن 1400 عملة، فأنت تقريبا عم نحكي عن 1400 شركة تقدم خدمة جديدة أو مشروع جديد أو برودكت منتج جديد. فعم بيكون في تنافس كتير كبير، الناس عم تتوجه لهذا السوق بشكل كتير كبير. لذلك عم نقرأ انه في قيمة ارباح عالية جدا. في ناس استثمرت 10,000 دولار، اليوم صار معها 100,000 او صار معها 500,000 او ربما حتى مليون دولار. هو الان سوق هش، في طلوع مستمر وفي نزول ايضا مستمر. فالواحد بده يكون عنده استراتيجية معينة لحتى يقدر اول شيء يخفف كمية الخسارات في حال وجود الخسارات لا سمح الله، وفي حالات وجود الربح فيكون كمان عنده استراتيجية لحتى يقدر يوزع أرباحه على أكثر من عملة، على أكثر من جهة بنفس الوقت. هذا كان كل شيء عنا بالفيديو الثاني لليوم. رح نحكي بالفيديوهات القادمة عن كيفية الدخول للسوق. فخليكم معنا وبنتظركم بالفيديو الثالث. سلام.